كل الأعمار بيتعرضوا إلى مشاكل خاصة بالعمود الفقري. النهاردة حوار مثير جدا ومهم جدا حوالين هذه المنطقة في حياة كل منا، وطبعا اللي احنا زي ما قلت لكم اللي شفناه ده ولا حاجة جنب الواقع، الواقع أقصى من كده بكتير. تعالوا نرحب بضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور يسري حميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. ضيفي العزيز، أهلا بيك دكتور يسري. أهلا بيك دكتور. أنت تشدت للفيلم على فكرة، حسيت إنه عجبك. ده حقيقي. آه. هو في يعني الجزء الأول اللي بيقول إن في حاجات شائعة خطأ وهي بتصحح، وده جزء مهم جدا جدا من الفيديو. والجزء الثاني هي معاناة المريض اللي بنعيشها كل يوم وبنشوفها، والحلول على فكرة ليست بعيدة، ولكن الحلول الصحيحة تبدأ بالتفكير الصحيح بالقرار الصحيح دائما. وكل ده البحث العلمي بيتناوله يوم ورا يوم. الجزء الأول اللي بيتكلم عن الشائعات اللي كانت موجودة أو الاعتقادات اللي كانت موجودة، هي لم تكن موجودة من فراغ. بمعنى آخر أن معظم الأبحاث العلمية قبل الاختراعات الحديثة للأشعات بالرنين والمقطعية وقبل التدخلات الجراحية الحديثة اللي بتعالج بجد مشاكل العمود الفقري، كانت العين بصيرة والإيد قصيرة، ولم تكن العين بصيرة كما ينبغي، حتى أنه كان بيصنف الانزلاق الغضروفي أو مشاكل الفقرات إنها مرض سني أو بتحصل في السن الكبير بس، وكانت بتستبعد من التشخيص لو المريض سنه صغير. النهاردة مع العلم الحديث، مع الطرق الحديثة، مع يعني الحياة العصرية اللي احنا بنعيشها، مشاكل العمود الفقري بتصيب كافة الأعمار ولها أشكال متعددة، وتشخيصها وسيناريوهاتها عديدة جدا جدا. والمجال ده محتاج من المريض عدم التردد في حاجة واحدة بس، إنه يذهب إلى الطبيب المناسب. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن عدد الأطباء المناسبين اللي نقدر نقول إن دول المنوط بيهم العمل في مجال العمود الفقري بجد وبكفاءة يكاد يكون زي محترف الكورة العالية الأسماء الكبيرة لو اتكلمنا بجد على مستوى العالم. ودي مشكلة أخرى. الأبحاث الحديثة كلها انصبت، طب إحنا بنعالج المشاكل بتاعة العمود الفقري، تعالوا ناخد كده الإحصائيات، العلماء الكبار قالوا ناخد نراجع إحصاءات المستشفيات الكبرى الناجحة في الدول المتقدمة وعدد المرضى اللي فيها، ونراجع البيانات دي كلها، ونراجع بالإحصاءات، وناخد من قاعدة البيانات دي ما يفيدنا في المستقبل. لما راجعوا كل المشاكل بتاعة العمود الفقري ووسائل العلاج ووسائل التعامل مع المشاكل، لقوا حاجتين مهمين جدا، ان احسن طريقة للتعامل مع مشاكل العمود الفقري وانجح طريقة دائما تأتي من خلال الجراح المثقل الخبرة اللي سمعته انه شاطر، ببساطة شديدة جدا، حتى في الدول المتقدمة، حتى في الدول المتقدمة، حتى في المراكز الكبرى، لما راجعوا قاعدة البيانات والإحصاءات والسجلات وكل شيء وحطوا كل الداتا، لقوا إن أحسن نتائج تأتي دائما عند of good reputation اللي سمعته كويسة كجراح، كجراح، وبحط خط تحت كجراح، حتى في الوسائل الغير جراحية اللي هي العلاج التحفظي، مش بس في العمليات الجراحية، أنا بتكلم على طرق العلاج كلها، لو أن الجراح هو أكتر حد. طب ليه أكتر حد؟ لأنه عنده كل المعطيات وعنده كل الداتا وعنده الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف بجد جد. يعني إيه؟ يعني بيواجه الموقف ولازم يطلع بنتيجة كويسة. أهم حاجة لقوها كمان هي القرار بتاع العلاج، هعمل لده عملية ولا هدي ده علاج، هريح ده في السرير ولا هعمل لده علاج طبيعي، هعمل لده حقن، هعمل لده تردد حراري، هعمل لده شد فقرات، هعمل لده برنامج رياضي تأهيلي، هخلي ده يخس، هخلي ده يلعب رياضة، هخلي ده يلعب يوجا. كل القرارات دي مهمة جدا 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 في تحديد مسار ونتيجة العلاج. لو حاجة تانية، ودي كانت مفاجأة لي أنا شخصيا، إن في كثير من الحالات العلاج الجراحي
أقل تكلفة اقتصادية من الطرق الأخرى. إزاي؟ العملية غالية وتكلفتها في الدول المتقدمة دي على فكرة في أمريكا مثلا أضعاف 10 أضعاف تكلفة العملية عندنا في مصر. إزاي التكلفة العالية دي وأنا بقول إن العملية الجراحية أقل تكلفة؟ أتاري عينهم كان على حاجتين مهمين جدا، المريض اللي هعمل له عملية ده خف بسرعة، رجع شغله بسرعة، ما فقدش عمله، ما فقدش أيام طويلة في الأجازات، والأهم من كده المريض ده ما تعرضش لمشاكل في المعدة أو الكبد أو الكلى، ما جالوش فشل كلوي من الأدوية الكتيرة اللي بياخدها. فحسب البعد الاقتصادي الكلي ده، مش بس تكلفة العملية بالموازنة، تكلفة العملية بالموازنة مع تكلفة الانقطاع عن العمل مع تكلفة المشاكل اللي قد تصيب الكلى والكبد، لو انها أقل بكثير جدا، ولقوا ان اكثر عيان محظوظ هو العيان اللي خد قرار العملية بدري قوي واتعملت له عمليات محدودة التدخل. هذا الكلام مثبت علميا، وكلام بقى اللي هو بعد خبرة طويلة، اللي هو زي ما بيقول كده بنجيب من الآخر خلاصة التجربة. خلاصة التجربة بالنسبة للمريض، اوعى تتوه، اوعى حد يضحك عليك، ما تروحش الواحد يعالج لك العمود الفقري وهو تخصص تاني خالص غير العمود الفقري. الأحسن حد هيعالج لك العمود الفقري هم العلماء اللي بيخترعوا أدوية العمود الفقري، طرق علاج العمود الفقري، طرق جراحة العمود الفقري، وعلى رأس هؤلاء العلماء جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري. وبالتالي ده أحسن تخصص ممكن تروح له، ودور على الدكتور الشاطر، سمعته كويسة، نتائجه كويسة، شغله كويس. ما تضحكش على نفسك وتعتقد إن حقنة هتبقى الحل، قد تكون الحل، ولكن قد يكون الحل، قد تكون الحل في حتتها، في مكانها، التهاب عضلات، التهاب أوتار، ده فعلا علاج حقنة، أو غضروف ممكن نعالجه بحقنة، ممكن نعالجه بتردد حراري. بس اوعى تاخد القرار ده غير من خلال حد هو متخصص بيعمل كل حاجة في العمود الفقري. مش حاصر نفسه في حقن، مش حاصر نفسه في شفط. ساعات كتير جدا مريض يجيني عامل عملية شفط للغضروف، مسكين تعب ودفع وعمل وراح وفي النهاية خلص القرار ما كانش قرار شفط، ما كانش صح، لأن مشكلتك ما كانتش الغضروف، مشكلتك كان عدم اتزان الفقرة الذي أدى إلى حدوث الانزلاق الغضروفي. فإذا ما عالجتش السبب يبقى أنا بعالج عرض، إذا عالجت العرض السبب اللي موجود ده هيرجع المرض تاني، وهنرجع في الدوامة نلف وندور حوالين نفسنا. ساعات بنبقى محتاجين نضحك على نفسنا شوية، أنا عندي انزلاق غضروفي، الواقع بيقول إني محتاج أعمل عملية، الواقع بيقول إن أنا لازم أقف وقفة صارمة وأخد لي أجازة من شغلي أسبوع 10 أيام وأعمل عملية لطيفة جدا بدري قبل ما الأمور تتفاقم. لا، أنا مش قادر، أنا ما عنديش وقت، أنا مش هضحك على نفسي بالأدوية والعلاج، هضحك على نفسي بحق، هضحك على نفسي بحاجات مش مجدية، هضحك على نفسي بحد يروح يعمل لي عصاية، بس ساعة ما هاجي أتعب هتعب تعب مضاعف، هيتطلب عملية أكبر، هيبقى فيه مضاعفات أكتر، مش هتحسن كما ينبغي. النتيجة الأخرى اللي لقوها، أحسن الناس اللي خرجوا بنتائج كويسة هم أكتر الناس اللي عالجوا المشكلة بحسم من أول مرة. ترم بدأ ياخد سمعة كبيرة جدا في الأوساط الجراحية الآن، وهي جراحات محدودة التدخل. وكلمة محدودة التدخل دي، جراحات في كل أنواع الجراحة أصبح لها زي ما يقولوا مطلب جماهيري كبير، الناس تحب قوي أنها تعمل جراحة، ما فيش استئصال لأشياء كتير، ما فيش فتح جراحي كبير، ما فيش استراحة وارتياح في البيت أو فترة تقاهة في البيت لفترة طويلة، دي المعنى الجماهيري اللي الناس بتحبه. لكن لما نقرب بقى من الناحية العلمية، ده اللي عايزين نفهمه، قيمة ما يسمى بجراحات وأساليب محدودة التدخل لحل مشكلات مثلا الانزلاق الغضروفي. الحقيقة الجراحات محدودة التدخل كانت وليدة أفكار جراح المخ والأعصاب دايما، وبدأت بيهم، والتطور فيها عندنا احنا أسرع من أي حتة تانية بكتير جدا. هي محدودة في مثلا في النساء، محدودة قوي في النساء، لا موجودة طبعا، موجودة كويس جدا، لكن هو الفكر كله ليه بنعمل جراحات محدودة التدخل؟ لأن احنا عندنا الأنسجة اللي بنشتغل عليها أنسجة غالية جدا
ولا يمكن تعويضها. انت تقدر تشيل فص من الكبد وما تقدرش تشيل فص من المخ، تقدر تشيل فص من الرئه او رئه كامله ما تقدرش تشيل نصف المخ. الجزء اللي بيموت في الانسجه بتاعه المخ والاعصاب الجهاز العصبي المركزي لا يعوض. فانت هنا اشد الحرص على الانسجه الطبيعيه. المريض عنده نزيف، عنده ورم، عنده غضروف، كل ما يجاور هذه الاصابه او هذا الورم او هذا الغضروف هو شيء مهم جدا جدا. من هنا اتت الفكره، انا عايز اعمل عمليه عبقريه ادخل من الفتحات الطبيعيه او ادخل من فتحه صغيره مباشره على الورم، مباشره على الغضروف. عايز اقول ان اللي اخترع الجراحه الملاحيه كان قاعد في محاضره من المحاضرات واستاذه بيشرح وجات له فكره ازاي ينشن على الورم زي واحد بيضرب طلقه من مسدس. ده سنه كام؟ 1800 وحاجه. وبدا يفكر مع مهندس وعملوا جهاز ركبوه على الجمجمه. كل الكلام ده كله تاريخ علشان نوصل لايه؟ ان احنا بنفصل لفتحه صغيره جدا على المكان بالظبط، زي اللي بيضرب طلقه على الهدف بالظبط. لما نشوف مثلا عمليه اجراء انزلاق غضروفي بالمنظار ونقارنها بالعمليه التقليديه، لما نشوف عمليه تثبيت فقرات جراحة محدودة التدخل بالجراحة التقليدية، نشوف وقت العملية، نشوف الدم اللي بيفقده العيان في العملية التقليدية، نشوف بعد العملية المريض ده هيقعد قد ايه في المستشفى وده هيقعد قد ايه، نشوف المريض ده سنه كبير هيحتمل الجراحة التقليدية ولا مش هيحتمل. بنشوف احنا هنا بنعمل ايه في الجراحة المحدودة التدخل. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم محدودة التدخل دي يعني هنعمل حتة من العملية أو العملية محدودة أو جراح تاني ما بيعرفش يشتغل بالمنظار والميكروسكوب. على فكرة بسمع الكلام ده يوميا في عيادتي، اوعى تعمل عملية بالمنظار، أصل المنظار ده مش هيشوف كل حاجة. هو إيه ده؟ هو أنا لما أضرب واحد بطلقة أموته أو أصطاد حيوان بطلقة زي لما أروح أجري وراه بشومة عشان أموته؟ خلينا نعقلها كده. اللي بيصطاد صيد الطير أو الحيوانات بيصطادوا بطلقة زي اللي بيروح يموت زمان كان الإنسان بيصطاد بخشبة وحجر، وبعدين تطور إنه بيصطاد بطلقة، تطور دلوقتي إن فيه اصطياد بوسائل تانية خالص. فبالتالي هنا احنا ما بنصطادش بس احنا بنتكلم بنقرب المسافات. هو الـ 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 الهدف بتاعك او التارجت بتاعك الغضروف، ارتقاء. لا الغضروف هو الهدف طبعًا بتاعك. انت بتجري ولا غضروف؟ بصطاد المرض. بصطاد الحته اللي طالعه من الغضروف عايز اصطادها اشيلها بالظبط، من غير بقى ما اعمل اللي ايه الدمار الشامل، الدمار الشامل اللي حوالين. فبالتالي اوعى تفتكروا ان الجراح اللي بيستخدم المنظار والميكروسكوب والجراحه الملاحيه ده اشطر جراح في الجراحات التقليديه. ده هو لما بقى شاطر قوي في الجراحات التقليديه ولم ترضي غروره او ترضي طموحه، بلاش نقول غروره علمي، يعني لم ترضي طموحه، بدا يدور على حاجه تانية تفيد مريضه اكتر. وعلى فكره من الذكاء ان انا افيد المريض بتاعي، من الذكاء ان انا اجنب المريض بتاعي عقبات، من الذكاء الشديد جدا اني ما اشيلش مريضي الهم واشيل عنه حاجات كتير جدا. وعلى فكره دي رسالتنا، احنا ما بنعملش حاجة اللي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى، احنا أسباب، ولكن الأسباب دي يجب أن نكون ملائكة رحمة. ملاك الرحمة ده يبحث عن أي وسيلة مشروعة تفيد المريض بتاعه، يتعلمها، يتقنها، يجيدها، علشان كل ما أجدت عملية يعني ومن أحيا يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ودي رسالة مهمة جدا جدا بنحطها بنضعها على عاتقنا. فبالتالي مهم جدا ان المريض يبقى فاهم ده كويس، ما يسيبش حد يضحك عليه. اسأل نفسك قبل ما تروح لحد بيعمل حاجة مبهرة، قد تكون هذه الحاجة اللي اتعملت جابت نتيجة حلوة قوي مع مريض تاني. ليه؟ لان المريض التاني ما جربش ياخد قرار اخر. يعني معظم الحاجات اللي بنشوفها شفط غضروف، حقن مش عارف ايه تردد، معظمها بتطبق على حالات لو احنا اديناها علاج تحفظي صحيح لن تحتاج الى اي هذه التدخلات. وهنا بقى اللعبه، هنا الضمير. نتائج العمليه الجراحيه بتتوقف كليا على التوقيت بتاعها، في وقت مناسب جدا
أقدر أعمل فيه للمريض العملية وأحصل فيه على أحسن النتائج، وفي وقت هضطر أنا والمريض إلى العملية الجراحية وهنقبل بكل النتائج. إمتى نبقى ده وإمتى نبقى ده؟ لو إحنا عندنا انزلاق غضروفي مثلا، خرج الغضروف من مكانه انزلق، ده أمر واقع، ما اضحكش على نفسي، الغضروف ده خرج من مكانه انزلق، لابد أن هناك سبب وراء هذا الانزلاق. هذا السبب قد يكون ممارسات خاطئة، قد يكون عيب في العمود الفقري نفسه أو خلل أو عطب أو سوء في الحركة، قد يكون التهاب في فقرة، قد يكون أي، لا مين لا يعرف ده. وأهم من علاج الغضروف أو إجراء عملية للغضروف إن أنا أكون عالجت السبب. بالتالي ده مهم جدا، إن لازم نبقى حاطينه نصب أعيننا. تنورتني كالعادة وأبدعت في سرد توصيف لثلاث جزر مهمين جدا في عالم جراحات المخ والأعصاب. الجزيرة الأولى هي جزيرة الجراحات الملاحية، الجزيرة الثانية كانت جراحات محدودة التدخل، والجزيرة الثالثة الميكروسكوب بعظمته وقيمته في عالم جراحات المخ والأعصاب. وإحنا بنتكلم في هذه التكنولوجيا المتقدمة جدا، أنا عايز أقول إن في أماكن كتيرة مش في مصر، في العالم العربي ما زال فيها ناس بتصدق بالعلاج بالعصاية، ما زال في ناس بتصدق بالعلاج بالخزامة، ما زال في ناس بتصدق بالعلاج بالحجامة. هذه الأساليب كلها اللي هي بيسموها أساليب فيها نوع من الدجل، فيها نوع من عدم الكفاءة، ممكن تضر المريض ضرر كبير جدا، والضرر ده قد يصل إلى مرحلة خطيرة، أنه يترك المريض الحالة تتفاقم بدون أدنى رادع لها. وللأسف هؤلاء الذين يخدمون على هذه المسائل كثير جدا ما يفلتون من العقاب المباشر. صحيح نهايتهم كما نراها نهايات دائما قاسية جدا عليهم، هم بيكون دائما زي ما بيقولوا الثواب من جنس العمل، لا العقاب كمان بيكون من جنس العمل. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يوسف حميلي، كالعادة نورت الناس الحلوة. شكرا جدا، خليكم دائما مع الناس الحلوة. السنان مفتاح الجمال وباب الجمال ويافطة الجمال وعنوان الجمال. أول ما تتعامل مع حد أو ما بيفتح بقه تبدأ تتسحب جوه، هي الطاقة الإيجابية اللي بتطلع لما السنان تبقى شكلها حلو.